السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الدريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الدرس السابع للصف الأول الإعدادي بعنوان جوجل ميت وإدارة مشروعك. إيه جوجل ميت؟ جوجل ميت عبارة عن برنامج من مكونات شركة جوجل بيتيح إمكانية عقد اجتماعات أو مكالمات فيديو مجانا. أنت طالما أنشأت بريد إلكتروني، عندك حساب على الجيميل اللي إحنا عملناه الحصة اللي قبل اللي فاتت اللي هو حساب الجيميل، انت اصبحت مشترك في جوجل ميت. نقدر نعمل بقى عليه اجتماعات ونقدر نتعاون مع اصحابنا، وممكن نعمل مشاركه شاشه، واحد عاوز يعرف حاجه معينه وانت بعيد عنه، فتفتح له الموبايل بتاعك، هو يفتح موبايله او جهاز الكمبيوتر ويبدا انت تنفذ الخطوات وهو شايفها، شايف اللي انت بتعمله وهو قاعد في مكانه. طب ازاي الحاجات دي؟ هو ده محتوى الحصه بتاعتنا، يلا بينا. اول حاجه هنتعرف عليها ايه هو تعريف جوجل ميت. قلنا هو عبارة عن خدمة من شركة جوجل. طيب ايه اهميته او اهمي او مميزاته؟ رقم واحد، اجراء مكالمات فيديو جماعية، يعني ممكن نبقى اكتر من شخص ونبقى موجودين مع بعض بنتكلم ايه فيديو. طيب رقم اتنين، مشاركات الشاشة، يعني انا عندي الجهاز بتاعي ممكن ان انا اشارك الشاشة بتاعته سواء موبايل او كمبيوتر. رقم تلاتة، الدردشة، ان احنا نتكلم مع بعض. رقم اربعة، التعاون، طبعا التعاون في انتاج بقى المشروعات الايه المشتركة بين الطلاب. تمام. طيب السؤال المهم هنا بقى، كيف يمكن فتح او اذكر خطوات فتح او تحميل او الوصول الى جوجل ميت؟ ازاي ان انا ادخل على جوجل ميت؟ عندي طريقتين، هل انا بتكلم من خلال جهاز الكمبيوتر ولا بتكلم من خلال الموبايل؟ رقم واحد، واحنا بنتكلم من خلال جهاز الكمبيوتر، اكيد انت هتفتح موقع وممكن احنا ننزل البرنامج على جهاز الكمبيوتر ونصب. طيب احنا هنفتح موقع، يبقى رقم واحد زي ما هو الكتاب بيقول لي ان انا عاوز افتح موقع جوجل، يبقى رقم واحد عشان افتح الموقع فتح مستعرض، مستعرض الانترنت، افتح بقى ايا كان مستعرض جوجل كروم، فايرفوكس، ايا كان. تمام. فتحنا المستعرض. طيب بعد كده هكتب هنا في الادرس اللي هو العنوان بتاعنا جوجل. طيب هيفتح لي الصفحه بتاعت جوجل ديت، هضغط هنا على التسع نقط دول. يبقى انا لو بعمل العمل اهو، هنقول هنا نكتب اس في المستعرض او في العنوان الايه جوجل. طيب بعد كده رقم ثلاثة، هنقول نضغط على تطبيقات جوجل اللي هي ديت، هيظهر التطبيقات، نختار منها رقم أربعة، نختار منها ايه ميت. خلاص كده هيفتح معانا الايه البرنامج بتاعنا، وبعد كده نبدأ نتعامل في انشاء اجتماعات او مكالمات او كلام من ده. طيب الطريقة الثانية، لو احنا بنتكلم على جهاز الموبايل، طيب في حالة الموبايل اكيد انت اي برنامج بتنزله بتنزله من خلال الايه المتجر ده. دي اصلا لو انت ما دخلتش على التطبيقات الموجوده بتاعه جوجل اللي هو التولز اللي عندك ولقيت جوجل ميت، طيب هنعمل ايه؟ هندخل على المتجر بالشكل ده، وهكتب في البحث فوق هنا جوجل ميت او ميت، هبص الاقي البرنامج زي ده كده. تمام، هبدا ان انا اعمل تحميل واضغط على ايه اوبن، هيفتح معاك البرنامج مفيش اي مشكله. طيب انت ده دي شكل الاجتماع اهوت، هنا اكتر من شخص اهوت بيعمل ايه مشاركه. طيب انت بتقول لي من شويه ان احنا ممكن ننشئ اجتماعات. تمام، انا عندي نوعين من الاجتماعات. هل انت عندك عاوز تعمل اجتماع فوري، يعني عاوز دلوقتي حالا تعمل اجتماع والناس موجودين وهتبدا تتكلموا مع بعض دلوقتي، ولا عاوز ان انت تعمل اعداد، يعني انا مثلا هجهز الرابط بتاع رابط الاجتماع اللي انا هعمله بكره او الاسبوع الجاي، فانا بجهز من دلوقتي. في اجتماعات لاحقه يعني هتنعمل في وقت تاني، وفي اجتماعات فوريه. طب لو هنعمل اجتماع فوري، اول حاجه طبعا ان احنا فتحنا خلاص اوريدي اللي هو ايه الجوجل ميت. طيب رقم اتنين، هنضغط على كلمه نيو ميتنج. نيو ميتنج يعني اجتماع جديد زي هنشوفها دلوقتي، وبعدين نضغط على كلمه ايه اجتماع فوري، وناخد الرابط بتاعنا، الرابط بتاع الاجتماع عشان نبدا نعمل له مشاركه مع ناس. اول ما هفتح ميت جوجل ميت هيظهر بالشكل ده كده، بيقول لي هنا اجتماع جديد. يعني اجتماع جديد لو انت حضرتك اللي هتنشئ الاجتماع. طب استنى، ده بيقول لي هنا ادخل رمز او رابط، ايه ده؟ ده اللي هو هيدخل معاك، يعني لو انا اللي هعمل الاجتماع، فانا هاخد رابط دلوقتي الاجتماع ده وابعته لصحابي او لزملاتي او للطلاب بتوعي، هبعته لهم بقى على الواتس، على الماسنجر، على اي ايه وسيله تواصل. تمام، هو هيفتح برضه زي ما احنا فتحنا دلوقتي جوجل ميت، بس هو مش هيعمل اجتماع، لا ده هو هينضم للاجتماع، فهيروح حاطط هنا الرابط اللي انا هديهوله وهيضغط على كلمه ايه انضمام. طيب دلوقتي احنا بننشئ اجتماع، ضغطنا على اجتماع جديد اللي هو نيو ميتنج.
طب بعد كده هيظهر قائمة دلوقتي اهي، يقول لي انشاء اجتماع الوقت لاحق، يعني انت عاوز تعمل اجتماع بس مش النهارده او مش دلوقتي، انت هتبقى تفتحه في اي وقت تاني زي ما انت عاوز، ولا بدء اجتماع فوري. فانا المرة دي واخدين اولا اجتماع فوري، فهنضغط على اجتماع فوري. اول ما اضغط على اجتماع فوري هيظهر الصفحة بالشكل ده كده، هبص الاقي فيه هنا اهوت، ادي الرابط بتاع الاجتماع دلوقتي حالا اللي انا عامله. طيب هعمل ايه؟ في هنا عندي دعوة أشخاص أخرى، لو أنت عاوز تدعيهم تدعي الإيميلات بتاعتهم. لا أنا عاوز أبعت لكل واحد بقى وهو يدخل من عنده. وبالتالي هتضغط بس على العلامة دي اللي هي علامة الإيه؟ النسخ. خلاص أنت خدت كده نسخة من الاجتماع. حتى بص كده، أدي الكاميرا بتاعت الاجتماع أهوت، وأدي هنا الريز هاند رفع الإيد، وهنا الأشخاص طبعًا حاليًا مش موجود إلا واحد، وهنا الاتصال موجود زي المكالمة بتاعت التليفون عادي. أه زر أحمر معناه إن أنت إيه؟ لو ضغطت عليها تقفل الإيه؟ الاجتماع. وادي هنا الميعاد اهوت اللي انا عامل فيه الاجتماع، كل حاجه تمام. طيب انا هاخد النسخه ديت وادخل بقى على الواتساب، هدخل على الفيسبوك، على اي كان، وابعته لايه؟ لاصحابي، ابعته للطلاب، كلام من ده، وهم هيدخلوا زي ما احنا اتفقنا. طيب ده لو احنا بنعمل اجتماع فوري. طب لو انا بعمل اجتماع لوقت لاحق، ما فيهوش حاجه خالص، نفس الخطوات اللي فاتت، بس احنا هنضغط على ايه؟ انشاء ايه؟ اجتماع لوقت اخر، وهنضغط على الرابط وخلاص على كده اهو. احنا ديت الايه؟ الصفحة بتاعت جوجل ميت. هنضغط على اجتماع جديد، هيظهر القائمة. هضغط المرة دي على ايه؟ انشاء اجتماع لوقت لاحق، مش دلوقتي. طيب بعد ما اضغط عليها هيظهر معايا الشكل ده، مش في حاجة خالص غير الايه؟ ده ايه ده؟ ده الرابط بتاعك. حضرتك هتحتفظ، مش هتبعته لحد بقى دلوقتي، هتحتفظ بالرابط ده لأي وقت أنت هتدخل فيه، تقدر تختار الاجتماع بتاعك وتبعت الرابط لأصحابك أو لزملاتك أو للطلاب، فيبدأوا يدخلوا معاك وخلاص على كده. تمام؟ طبعًا لما بوصل الاجتماع، يعني أنت لما بتبعت لحد اللينك ويبدأ يدخل الانضم للاجتماع، ممكن هيبقى طبعًا يتأخر شوية كلام من ده، ده كله بيكون من إيه؟ الإنترنت، لعند ما أنت توافق على الاجتماع. الانضمام. طبعًا المفروض أهوت هو بيقول لي ممكن يستغرق بقدر الوقت، لأن أهوت انا بعت لك اللينك بتاعك او الرابط، انت بتيجي تدخل الرابط هنا تضغط على انضمام. طيب معنى في الاغلب بالاعدادات بيكون اللي هو ارسل لك الرابط اللي هو المعلم مثلا، انا اللي بعت لك الرابط، او هيظهر عندي ان في شخص بيحاول يدخل، فانا اعمل لك سماح او لا. تمام؟ يبقى انا لازم ان انت كطالب تستاذن صاحب الاجتماع. طبعا المفروض ان انا ببعت لك الرابط برضو، ما ينفعش ان انت تبعت الرابط لاي شخص اخر. يعني انا بعت لطالب ان هو ايه، او لمجموعه طلاب ان هم يدخلوا، مش ينفع ان الطلاب ديت يدوا الايه؟ اللينك لحد تاني او الرابط لحد تاني ان هو يدخل عليه. طبعا بيكون في قواعد عامه بنتفق عليها في الاجتماع. هنا اثناء تحدث، لو انت عاوز ان انت تتكلم، المفروض ان في برضه من ضمن الاعدادات ان انا ممكن اقفل الميكروفون على الكل واقفل الكاميرا على الكل. طيب انت عاوز تتكلم بقى، يبقى هنا المفروض رقم واحد ان انت ايه؟ ترفع ايدك. ارفع ايدي ازاي؟ في حاجه اسمها ريز هاند، اللي هي العلامه ديت او الشكل ده، بتضغط عليه فبيظهر عند المعلم ان في حد الطالب اللي اسمه فلان الفلاني رفع ايده. تمام؟ يبقى المفروض ان انا قافل الميكروفون عشان مش حد يتكلم من الروح واحنا شغالين. انت عاوز تتكلم بترفع ايدك ديت عشان بس التنظيم بتاع الايه؟ الاجتماع او المكالمه. طيب لو انا سمحت لك، احنا هنا متفقين احنا كل المفروض ان انت تكون اساسا غالي الميكروفون، وممكن ان انا اقفل الميكروفونات كلها. طيب لو انا سمحت لك ان انت تتكلم، يبقى هتفتح الميكروفون عشان تبدا تتكلم. ممكن برضو ان انا اطلب من الطلاب ان هو يبدا يحل حاجه معينه كلام من ده، وبالتالي ممكن ان احنا نعمل ايه؟ ارسال رسائل في الجلسه، يعني نتكلم او نبعت برضو رسائل او مسج اللي هي ايه؟ الدردشه دي. تمام؟ طيب هنا ممكن برضو، ودي من اهم الحاجات، ان انا اعمل مشاركه للعرض. يعني ايه مشاركه للعرض؟ يعني اشارك الشاشه بتاعتي اللي هي الايه؟ الشكل ده، اضغط عليه فيبدا يقول لي طب انت عاوز تشارك ايه بقى؟ الشاشه بالكامل. الشاشه بالكامل دي معناها ان انت لو عملت مشاركه للسكرين، اي صفحه لو انا مثلا نسيت وعاوز ادخل في حاجه، لا ده نسيت افتح حاجه، فكل لما هتتنجل كل الحاجات ديت هتبقى متصوره. لكن لو انت قلت له لا نافذه معينه، يبقى انت هنا عاوز ان انت تفتح مثلا، انا فاتح برنامج زي برنامج الوورد اللي هو هنا في المثال، يبقى معنى كده ان هو طول ما انا فاتح برنامج الوورد على
الشاشه هو عرضه. طب افرض انا نزلت برنامج الوورد تحته وفتح اي حاجه تانية بشوفها او كده، لا مش هيعرض حاجه، هيدي الشاشه السوداء عند الايه الطلاب او عند الايه الموجودين معايا. او ممكن مثلا انا موجود في تبويب او في صفحه يعني على الانترنت، الصفحه رقم 1 تمام. طيب انا لو لجلت على الصفحه رقم 2، لا ده انا عامله ايه، ان هو يجيب الصفحه دي بس تمام. يبقى هنا هل علامه تبويب ولا نافذه ولا الشاشه بالكامل، ديت الايه انواع المشاركه بتاعتي. يبقى انا عندي اهم حاجه الرموز برضو ممكن تيجي في العملي، رفع اليد اهوت اثناء الاجتماع عشان ان انا اطلب المحادثه او الكلام، الشكل ده عباره عن الدردشه او ارسال رسائل، الشكل ده السهم لفوق ده عباره عن مشاركه الشاشه بتاعتي او مشاركه العرض مع الاخرين. طب لو انا عاوز اعمل ايقاف للمشاركه، وانت بعد ما خلصت كده الشرح بتاعي انا عاوز اقفل العرض بتاعي، فممكن اضغط على ايه ايقاف مشاركه العرض يبقى معنى، او ستوب شيرنج يبقى معنى كده ايه خلاص الشاشه بتاعتي محدش عاد يقدر ايه ان هو يشوف اللي المحتوى بتاعها. زي دي كده مثلا اهوت مكالمه اهيت، هنا طبعا ببدا اشتغل، هنا ادي الادوات بتاعتي اهيت، ادي مشاركه الشاشه، ادي الريز هاند او اللي هو رفع اليد، ادي الميكروفون، هنا اصحاب، هنا الدردشه، ديت الايه المحتوى بتاع الايه الشات بتاعي. هنا طبعا ممكن من خلال الموبايل، من خلال اجهزه الكمبيوتر. نبدا في الجانب العملي. لو انا بتكلم على الموبايل، هندخل على الجوجل بلاي المتجر وهنيجي في البحث هنا ونكتب جوجل ميت اوت عشان انا كنت شغال عليه اوت جوجل ميت. هنا طبعا ايه موجود البرنامج عندي، فهضغط على فتح. طب لو مش موجود هعمل تثبيت عادي. طب لو جيت اضغط على فتح، هضغط على فتح هنا كده خد، وهنا طبعا بيعمل دخول بالحساب بتاعي بتاع الجوجل بتاعي او الجيميل اللي انا شغال عليه على الموبايل. هنا الأزوم بقى بيقول لي هل تريد السماح للخدمه بالالتقاط، طبعا لازم الصوت طبعا اكيد. هنا ادي اهوت الايه البرنامج اهوت سهل ما فيهوش اي حاجه. طيب هنا هضغط على جديد اهوت. لو انا عاوز ابدا بقى اعمل ايه اجتماع، انشاء اجتماع جديد اهوت. لو انا عاوز اعمل جدوله يعني انا احطه في الفولدر بتاعي عشان يشتغل اهوت، هنا ايه نبدا نكمل. طيب ديت لو من خلال الموبايل. طب لو احنا بنتكلم من خلال بقى الجهاز الكمبيوتر، احنا اتفقنا ان احنا دخلنا على موقع جوجل اهوت، هضغط على التسع نقط دولت اللي عندي اللي هي التطبيقات، وهبدا من هنا اختار اهوت ميت، هضغط على ميت، ظهرت معايا الشاشه بتاعت اهي. بقول لي هنا اجتماع جديد ولا انت هتنضم للاجتماع، هقول له انا عاوز اعمل اجتماع جديد، هضغط على اجتماع جديد. هنا بقول لي اهوت اجتماع لوقت لاحق، طب تعال نبدا بيها الاول اهي. بص كده فيما يلي التفاصيل الاجتماع، ادي تفاصيل الاجتماع عباره عن ايه، ادي اللينك اهو، هاخد اللينك كده وخلاص على كده. تم نسخ رابط الاجتماع. عينوا حضرتك لما يبدا الوقت بتاعك تبدا ان انت تعمل الاجتماع بتاعك. طب لا انا عاوز اعمل اجتماع حالا دلوقتي، هضغط على ديت وهضغط على ايه بدء اجتماع فوري، هضغط على بدء اجتماع فوري. بدا يفتح الايه الاجتماع بتاعنا اهوت اوتوماتيك. جاري التحميل، محاوله الانضمام لا تزال مستمر، ان انت بتحاول تدخل على ايه الجوجل ميت. ظهر اهوت هنا قال لي دعوه اشخاص، لو انت عاوز تبعت الايميلات للاشخاص او يمكنك مشاركه هذه المعلومات مع اشخاص اخرين من خلال الرابط، او لا هاخد اللينك اهوت. تم نسخ الرابط، خلاص خدت اللينك، هبدا ان انا ادخل على الفيسبوك على الماسنجر على الواتس على ايا كانت الوسيله وابعت اللينك دوت تمام للاصحاب. طيب هنا ادي الكاميرا، طبعا انا مش موصل الكاميرا على الجهاز فعشان كده عامل ايه قفل للكاميرا، او ممكن ان انت تفتحها او تقفل، وهنا تقدر تعمل اعدادات للكاميرا وكلام من ده وتشوف الكاميرا واعداداتها والجوده وكل ده. طيب هنا السي سي عشان يظهر الكلام اللي احنا بنقوله، يعني الكلام اللي انا بقوله هيبدا ان هو يظهر معايا هنا اهوت بايه كاتب الكلام هنا باللغه الانجليزيه، ممكن ان انت تعادله وتخليه باللغه اللي انت حابب تتكلم بيها. طيب هنا طبعا ايموجي وكلام من ده لو انت عاوز ترسل تفعيلات، عاوز تقول له برافو، عاوز تعمل قلب، ايا كان الايه الشكل. طيب هنا ديت مهمه، ديت اللي هي عمليه مشاركه العرض اللي احنا كنا بنقول عليها. لو جينا نضغط كده على مشاركه العرض اهي المربع وفي السهم، اضغط هيبدا طبعا يديلي الثلاث. هنا بيقول لي ايه هتسمح ب ان هو يشوف الشاشه بتاعتك، هقول له تمام. اختر بقى هنا عاوز تختار ايه، جوجل ميت ده الباوربوينت اللي انا فاتحه اللي احنا كنا شارحين من خلاله، ولا عاوز الموزيلا فايرفوكس اللي انا عارضه دلوقتي، ولا عاوز البرامج، ولا منهج اولى اعدادي، ولا كل الشاشه، عاوز ايه اللي مفتوح؟ هقول له مثلا عاوز الباوربوينت تمام. اقول له طيب
ظهر لي هنا الباوربوينت، بيقول لي هو ده اللي انت عاوز تفتحه؟ اقول له ايوه تمام هو. طيب هعمل ايه؟ اسمح. بصوا كده حضراتكم، انتوا كده شايفين الايه؟ الشاشه اللي انا شغال عليه، او ممكن ان انا اعدل ديت الخط ده مثلا، عاوز اعدل النوع بتاعه، يبقى احنا ممكن نشتغل اهوت فيه في الشروحات وكلام من ده ونشرح عليه اهوت عادي، مفيش مشكله. برنامج لذيذ جدا وسهل جدا اهو، وادخل على القوائم طبعا حضراتكم شايفين كل الايه الخطوات اللي انا بعملها ديت، مفيش مشكله. طيب انت خلصت خلصت الحصه بتاعتك او الشغل بتاعك، بص كده في اهوت شريط اهو، تمام. عندي هنا زر اهو اسمه اوقف المشاركه، خلاص انا خلصت الشغل اللي انا كنت عاوز اشاركه او الشرح او كلام من ده، او خلصت الحصه بتاعتي الافتراضيه، عاوز اوقف، هضغط على اوقف. رجع اهوت معايا على ايه؟ على البرنامج. هنا طبعا بيقول لي انت متاكد؟ اقول له اه خلاص تمام كده، خلاص مش هخلص اي حاجه، تمام. طيب هنا لو في طالب معايا وعاوز ان هو يتكلم، او احنا بنكلم بعض وانا عاوز ابين لحد ان انا بتكلم او كده، فبضغط اهوت على الريز هاند اللي هي رفع اليد دي. اول ما بضغط على الريز هاند بيظهر عنده اللي هو ايه؟ ان في شخص رافع ايده، تمام. هنا طبعا خيارات تانية، هنا لو انا عاوز اقفل بقى او مغادره المكالمه او اقفل الاجتماع بالكامل. هنا الدردشه مع الجميع، ممكن ادخل كده على الدردشه، انا لسه ما بعتش لينكات. هنا اهوت السميح السماح بالجميع ان هو يرسل رسائل، يعني لو اكتر من واحد نقدر نرسل لبعض، وهنا تبدا ان انت تختار من هنا الرسائل، وممكن تحدد الرسائل الكلام ده كله. هنا الناس الموجودين معايا على ايه الاجتماع. هنا انا فتحت اهوت حساب تاني، هاجي هنا على المفروض ان هنا بقى الطالب او صاحب التاني، المهم مش انا المنشئ الاجتماع، انا اللي هنضاف على الاجتماع. هاجي هنا اضغط في انتر اكود اور ايه لينك، واضغط كده كنترول في. انا لزقت هنا الايه اللينك اللي انبعت لي، واضغط على انضمام او جوين. بص كده دلوقتي يبدا يعمل جوين دوت. هنا طبعا اهوت بيقول لي هنا ايه ريدي تو جوين، انت مستعد ان انت تنضم. اسك تو جوين. هنا طبعا المفروض رحله اللي هنا الاساسي ان في شخص اهوت، بص كده يريد احد المستخدمين الانضمام الى هذه المكالمه، ايه تعمل له سماح ولا تعرض وتقول له لا؟ هقول له مثلا السماح بالانضمام. بص هنا كان هنا ايه شخص واحد اللي هو واحد اللي هو انا طبعا. هنا طبعا هنا طبعا هنا طبعا نفس الشخص هو نفس الشخص هو. هنا لو ضغط على هنا لو ضغط على اصدقاء هنا ودي هنا ودي لو جينا نعمل مشاركه لو جينا نعمل هنا كده اختار اختار. هنا مثلا انا اخترت هنا مثلا انا اخترت الموزيلا، اعمل السماع اللي هو البرنامج هنا ده الشخص الثاني. طيب هنا الشخص الثاني هنا انا قسمت الشاشه بتاعتي. هنا انا قسمت الشاشه بتاعتي ظاهر اللي هو هنا الشاشه اللي هو هنا الشاشه ظاهر اللي هو هنا الشاشه اللي انا هنا الشاشه اللي انا بيتم مشاركتها دلوقتي. عاوز اوقف عاوز مشاركه عاوز اوقف عندي عندي مشاركه اوقف هذا ايقاف المشاركه هذا ايقاف المشاركه ايقاف المشاركه عاوز انهي الاجتماع هضغط على ايه ده عاوز افتح عاوز انهي الاجتماع عاوز انهي الاجتماع عاوز افتح على ايه ده شباب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اعمل ارسال اعمل ارسال اعمل ارسال الحساب بتاعي هو صح مكتوب صح الحساب الثاني بس كده ادي الرسائل هي ده ادي الرسائل هي اضغط عليها فيها نقطه اضغط عليها اضغط عليها انتهاء جديده انتهاء جديده أمين عبدو أمين عبدو السلام عليكم السلام عليكم نبدأ طبعا إن إحنا نتكلم مع بعض نبدأ طبعا إن إحنا نتكلم مع بعض زي ما عملنا دردشة. أتمنى إذا أعجب حضراتكم الدرس ما تبخلوش عنا بالإعجاب، اشتراك معنا في القناة، تفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد. انتظرونا في الدرس الثامن بعنوان تصميم قواعد البيانات داتابيز ديزاين. السلام عليكم.